السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وصفة الشيف أيهم. اليوم جبتكم وصفة جديدة طيبة كتير محبوبة عن الكل، اللي هي الجرجير. سلطة الجرجير طيبة كتير كتير والكل محبوبة عنده، بس سلطة الجرجير اليوم حنساويها مميزة كتير كتير. ما رح أحط بندورة بدون جبنة. سلطة الجرجير اليوم حنساويها بالبرتقال. رح نشوف المكونات. عندنا جرجير، بصل، فطر، ملح، سماء، خل بلسميك، زيت زيتون، حمض، برتقال، وجوز الزينة طبعا. هلا الجرجير بده يكون معنا قطع خشنه، طبعا الجرجير مصير فرم ناعم يكون بهالشكل. جرجير، حط الجرجير، بصله تكون ناعمه، رح نضيف الفطر، رح نقشر البرتقال بهي الطريقه حصرا. البياض لازم ما يطلع معنا. كيف هي الزينة؟ حفرهم برتقال قطع خشنة، رح اضعف البصل بالسماء، رح نضيف الملح، خل بلسميك، خل بلسميك او خل ابيض او خل تفاح طبعا نفس الشيء، بس خل بلسميك خاص بهي سلطة الجرجير والروكا. نضيف الحمض، هلا سلطة الجرجير جاهزة بعد ما خلطنا المكونات. جربوها طيبة كتير. نرجع نعيد المكونات على السريع. جرجير، فطر، بصل ناعم، ترانشات، برتقال، جوز، خل بلسميك، حمض، زيت زيتون، ملح، سمّا.